كتير 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 طعمته طيبة. بتمنى لكم دائما مزاج عالي وشراب لذيذ. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زفالوسا. بدي أحكي بهذا الفيديو تفصيل كامل عن عمل مبيت العنب. المبيت من العنب فقط بدون أي إضافات. تذكروا دائما don't drink and drive. لا تسوق وأنت تحت تأثير الكحول، ولا تشتغل بآلات وأنت تحت تأثير الكحول. يلا نبلش بالفيديو. تمام أصدقائي، بدنا نعمل مبيت من العنب. العنب فقط بدون أي إضافات. بيطلع معنا مبيت كحولي مسكر، طبعا لأن في ناس يعني بتتلخبط. مسكر بنسبة كحول تتراوح بين 12 إلى 16%. رح اشرح لكم نسبة الكحول بالاخير كيف بتصير من 12 إلى 16%. وللناس اللي يعني بتتلخبط انه كيف نبيت من العنب بس بدون ما نحط له كحول بيصير مشروب كحولي وبنسكر منه وبيعمل لنا مزاج يعني. تمام، اي فاكهة بالدنيا او اي نوع فيه سكر، سكر يعني طعمه حلو، هذا السكر بيتحول لكحول عبر عملية التخمير، التخمير الطبيعية. هذا الكحول بيتحول ل هذا السكر بيتحول لكحول طبيعي، كحول الإيثانول الصالح للشرب. مشان الناس اللي بتقول انه انا خايف تخربط ويصير تسمم معي لان خربطت بعملية تخمير، انت اذا خربطت بعملية تخمير مستحيل يصير كحول سام، اللي هو كحول الميثانول السام. كحول الميثانول السام بيطلع من مصادر صناعية، من سبيرتو خام، من بارفانات، من مواد تنظيف، من مواد كتير بيضيفوا له مواد صناعية، بيصير بيطلع منه كحول الميثانول السام. اما عبر عملية تخمير اي نوع فاكهة، بما انه عم تضيف له شغلات خارجية، ما بيتحول لكحول الميثانول، بيطلع معك كحول إيثانول صالح للشرب. تمام، حتى لو ضفت خميرة، الخميرة يعني مادة طبيعية ما بتعمل كحول سام، انت اذا تخربطت القصة معك ما رح يصير سام، رح يصير يا خل يا رح يصير مشروب طعمه حامض انت ما رح تحبه، ولو شربته ما بيصير لك شيء. اما يتحول لكحول ميثانول سام مستحيل، مستحيل الفواكه تخرج كحول ميثانول. تمام، هلا نحن شو بدنا مشان نعمل المبيت بالبيت بدون اي اضافة خارجية؟ بدنا يعني انت الكمية اللي بتحب تجيبها معك من الكيلو ل 8 كيلو مثلا، ما تكتر عن هيك. العبوة ما لازم تزيد اكتر من 8 او 10 كيلو كاقصى حد، احسن يعني. بتعمل اذا بدك تعمل اكتر عملهم بعبوتين. هاي العبوة عبوة التخمير، انا شرحت عنها بفيديو سابق بالتفصيل كيف تصير. تمام، هلا هدول الحبات العنب جبت العنقيد، ما بتغسلون ابدا، بتفرطون. ليش ما بتغسلون؟ لان شايفين هذا الابيض اللي على العنب، في مواد هيك شيء لونه ابيض مثل بودره او مثل ما بعرف شو. هذا الابيض هو هذا الخميره الطبيعيه. هلا غير فواكه مثل الرمان بنضيف لها خميره لان ما عليها خميره، خميره فوريه هي اللي بتستخدم للعجين ولغير قصص. فالعنب عليه خميره طبيعية، فمشان هيك ما لازم نغسله، نمسحه بس مسح بإيدينا إذا عليه أتربة أو شيء، ما بنغسله. فأنا فرطت حبات العنب، بعد ما فرطتهم، ويفضل العنب يكون أحمر أو أغمق من الأحمر أسود، أنا مثل ما شايفين جايب لونه أسود. هلا إذا ما في غير عنب أبيض معلش ما بيأثر، أو أخضر عادي يعني، بس هو الأفضل يعني العنب الأحمر والأغمق من الأحمر الأسود. ومثل ما قلت لكم لا تغسلوه لأن عليه الخميرة الطبيعية. هلأ بعد ما فرطناهن بدنا نعصره. أنا بفضل أعصره بإيدي مثل ما بيساووا، أنا يعني بحب أعمل المشاريب مثل ما كانوا يساووا من 10 أو 20 ألف سنة، من أيام الفراعنة. كان ما يضيفوا له شيء، يجيبوا العنب يعملوا مشروب ويزهزوا. هلا شو بدنا نعمل بعد ما فرطتهم؟ انا ما بنغسلهم، بدنا نعصرهم. راح اقوم اعصر شوي. انا معكم
بدنا نعصرهم كلهم. هو بتقدر تعملهم بالخلاط، بتقدر تعملهم بالخلاط، بس أنا بفضل العمل اليدوي، بيطلع أطيب وبيطلع طبيعي أكتر وبيطلع هيك بتحسه، يعني بتحس إنه تعبت فيه أو سويته كل شيء بشكل طبيعي أطيب. فرح أعصرهم كلهم، ما بتفرق طبعا العنب اللي فيه بزر او ما فيه بزر، ما بتفرق كله مثل بعضه. وفي ناس بتحب تضيف له سكر، في ناس بتحب تضيف له زبيب، انا ما بحب اضيف له شيء. السكر ممكن يعمل صداع بعد الشرب، فما بحب اضيف اي شيء للعنب. انا رح اعصرهم وارجع لكم. تمام اصدقائي، هلا رجعت لكم، عصرتهم كلهم، شايفين لازم تعصرون لاخر حبه يعني. فهلا شو بدنا نعمل بعد ما عصرناهم؟ ما بنضيف لهم اي شيء طبعا، نعصرهم ونخليهم بالقشور وبالبذور، إذا كان في بزر، إذا ما في بزر بالعنب ما في مشكلة، نفس الشيء يعني. هو المهم الخميرة اللي على القشور. هلا بعد ما عصرناهم بدنا نحطهم بهي، بدنا نحطهم بعبوة تكون مفتوحة، نتركهم محطوطين بقلبها حوالي 6 ساعات 7 ساعات لثمان ساعات يعني. ليش؟ مشان الخمائر اللي على القشور تتكاثر. الخمائر الطبيعية بتتكاثر بالأكسجين، فنحن بنعطيها وقت تتكاثر بالأكسجين حوالي 7-8 ساعات. بعد ما تتكاثر تبتدي الفقاعات تظهر على وش العنب بالعبوة، تشوفوا فقاعات بتدت تظهر. لما تشوفوها بتدت تظهر بننقلها على عبوة التخمير. هلأ أنا رح نقلن على هاي العبوة وتركها مفتوحة مثلا ما بين 6-8 ساعات حسب نوع العنب، حسب الحرارة اللي محطوط فيها العنب، يعني كله هذا بيلعب دور. هيك نقلناهم كلهم مع القشور مع كل شيء على العبوة، نحركها ومنحطها. بنرجع بعد حوالي 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات بنلاقي القشور طلعت على وش الفقاعات طلعت على وش العنب. هلأ رح روح وارجع لكم بعد حوالي 5-6 ساعات لحتى تبتدي الفقاعات تظهر. وبس بدي لكم لازم العبوة تكون يعني فيها مساحة فاضية، لأن منسوب العنب بيعلى سواء بهي أو بعبوة التخمير. يعني عبوة التخمير أقصى حد ممكن تعبيها لهون، أقصى حد، لأن هي رح ترتفع منسوب العنب وممكن يخرج من البربيش أو من الخرطوم. فأكتر شيء تقدر تعبي تلتين أو تترك تلت فاضي. بأي عبوة لازم تترك تلت فاضي.
رح روح أنا وارجع لكم بعد ما تظهر الفقاعات على وش العنب لحتى تكون الخميرة ابتدت تتكاثر يعني وتشتغل شغلها. هلأ بعد ما شفنا الفقاعات بلشت تظهر على سطحه ومن هون كمان بيبينوا معكم من الجنب بيكون الخمائر ابتدت تشتغل شغلة يعني وشغلنا مزبوط. فهلا بدنا ننقل المبيت على عبوة مانع الرجوع عبوة التخمير فرح ننقلهم مع بعض. انا عملت هاي من عبوة كولا مشان ننقل فيها لان القمع صغير الفتحة تبعه فرح يعذبني فعملت هاي. هلأ هيك مثل ما شايفين قلتون على العبوة بنسكر العبوة منيح. تمام هيك سكرت ونحط الطرف الثاني بالكاسة نكون معبينا يعني نصة وأقل بشوي بس بحيث انه يتسكر طرف البربيش نلزقها عشان ما يفلت على الحركة أو شيء. هلا هيك جاهزة ودائما لازم يكون التخمير بمكان ما فيه حرارة يعني وما فيه ضوء. فأنا شو بعمل إذا كانت العبوة فاتحة ثواني بنحط العبوة التخمير ونغطيها. هلأ بنرجع بعد كم ساعة بيكون ببلش الفقاعات تطلع ونتركها حوالي 5 أيام مع القشور ونرجع نكمل بعد 5 أيام بعد ما تخلص تطلع الفقاعات بتكون خلصت مرحلة التخمير الأولى ونغطيها مثل ما قلتلكم لأن الضوء مو صحاب هو المبيت. وهيك نحن بمرحلة التخمير الأولى اللي هي مع القشور بعد حوالي 5 أيام أو 6 أيام من 4 إلى 6 أيام يعني لتوقف الفقاعات من الخروج بنصفيهم ونفوت بمرحلة التخمير الثانية. بلشت الفقاعات تطلع يعني هيك التخمير بلش يشتغل. هلأ بالبداية الفقاعات يعني بتطلع كل حوالي 20 ثانية بس بكرة يعني بعد 24 ساعة بتصير كل 5 ثواني بتصير أسرع بكتير يعني. بنتركها هلأ هيك حوالي 4-5 أيام مثل ما قلنا وبنرجع بنصفي وبنفوت بمرحلة التخمير الثانية. باي. شايفين أصدقائي هلأ يعني بعد حوالي 24 ساعة شايفين الفقاعات صارت أسرع بكتير. رح نتركها كمان 4 أيام أو 5 أيام لحتى توقف الفقاعات ونكمل. هلأ هيك رجعنا بعد 5 أيام بنشوف انه الفقاعات وقفت ما عاد طلع فقاعات وهلأ صار وقت ننقل العنب من مرحلة التخمير الأولى لمرحلة التخمير الثانية. بدنا نصفيه من القشور بهي القماشة نصفيه بقماشة أحسن ما نصفيه بمصفاية المطبخ تبع الأكل البلاستيك يعني القماشة أدق بكتير. بنحط العنب هون ونصفيه بنعصره ونرجعه على عبوة التخمير.
ما لازم هاي العملية تاخذ وقت كبير معنا، يعني 10 دقائق بس مو اكثر من هيك مشان ما ياخذ كتير اكسجين. رح نفتحها هلا. ونفضي العنب فوق القماشة. بنفضيهم كلهم وبنصفيهم منيح، بنغسل عبوة التخمير وبنشفها وبنرجعهم عليها. تمام، هلا هيك رح اعصرهم منيح ورجعهم على عبوة التخمير بعد ما نظفها. نظفها ونشفها من المي منيح طبعا بالقماشة، يعني تصفيتهم أدق وأسهل. مثل ما قلت لكم ما بيصير يعني نطول بهي العملية، 10 دقائق أقصى حد، يعني قد ما بتقدر تستعجل فيها استعجل مشان ما ياخد كتير أكسجين. تمام، هلأ صفيتهم منيح على الآخر وهي غسلتها مشان نرجعهم صافيين بدون قشور على عبوة التخمير مشان نعمل مرحلة التخمير الثانية اللي هي بدون قشور. بيضلوا كمان بهي المرحلة حوالي 5 أيام لحتى توقف الفقاعات ونكون هيك انتهينا. يعني مثل ما قلت لكم يعني نحن لازم نعصرهم ونرجعهم بسرعة، يعني أقصى حد نتركهم 10 دقائق، ما بينفع نتركهم أكثر مشان ما ياخذوا كتير أكسجين. بعد ما نصفيهم بنرجعهم مثل ما كانوا على عبوة التخمير. هي مسكرة منيح، بنرجعها مثل ما كانت تماما ومنغطيها مشان الضوء مثل ما بتعرفوا، وبنرجع بعد 5 أيام، حوالي 5 أيام أو 4 أيام يعني، لحتى ترجع الفقاعات توقف، بيكون انتهت مرحلة التخمير الثانية وبكون قربنا نجهز. هلأ الفقاعات بتكون أخف من المرة الأولى اللي هي التخمير مع القشور، يعني بتكون أبطأ مو بنفس السرعة، يعني بتكون أبطأ. نتركها 4-5 أيام بعدين منشيله، برجع لكم بعد 5 أيام. هلأ هيك بعد 5 أيام من مرحلة التخمير الثانية كمان وقفت الفقاعات، ما عاد طلع فقاعات، هيك بنكون انتهينا من عملية التخمير كاملة. بدنا ننقلهم من العبوة، عبوة التخمير، على النينة. لازم الأناني، أي أناني بدنا نحتفظ بالكحول فيها لازم تكون إزاز، بلاستيك ما بينفع أبدا، لازم تكون إزاز ومحكمة الإغلاق، يعني لازم تكون تسكيرتها كتير مزبوطة ما تسرب أو تدخل هواء. يعني هلا هيك بدنا ننقلهم من، هلا إذا بتشوفوا كيف بعد كم يوم بيصير نقي كتير، وفي بعض الرواسب قد ما صفيته لازم يطلع رواسب، يعني مع انه مثل ما شفتوه بالقماشة صفيته، بس ولو صفيته بالقماشة بيطلع رواسب قليلة تحت، فنحن مشان ما نقلبها هي نحطها هيك ينزلوا رواسب عليها، رح نسحبهم بالخرطوم. طريقة إذا شفتوها في فيديوهات أنا رح أعيدها بهذا الفيديو. فضيهم من هون لهون، هدول حوالي يعني 1.5 لتر، 3 كيلو عنب عملوا حوالي 1.5 لتر نبيت، فأنا رح أجهز النقل لأن لازم العنب أو يعني السائل يكون مستوى أعلى من مستوى الأنينة اللي بدنا ننقل عليها. رح أجهز وراجع لكم. تمام أصدقائي، هي جهزتها أنا مشان أرفعها يكون مستواها أعلى من مستوى الأنينة اللي بدنا نفرغ فيها. رح نفتحها
ونرفعه على مستوى أعلى. مثل ما قلت لكم بدنا نفرغها عن طريق الخرطوم، ينقلهم من هون لهون مشان الرواسب ما تنزل. اذا قلبناها يعني اذا نحن جينا جبنا هي ونزلناهم هون، الرواسب رح تتحرك وتنزل هون، فنحن مشان تطلع صافيه رح ننقلهم عن طريق البربيش او الخرطوم. فمننزله لمستوى قبل ما يوصل لتحت على الرواسب يعني. تمام. شفتوا من هي مثل الشليمونة يعني. رح اشفط فيها طيب كتير، شايفين لونه هلا. هي كل ما كانت اعلى بيكون النقل اسرع. هلا هيك رفعت بايدي، شايفين النقل بيصير اسرع. رائع لونه. هلا هيك اصدقائي، هيك على هي الحاله بتقدر تشربه. هيك نسبة الكحول بتكون هون 12%، تمام؟ هون بتقدر تشربه بتكون نسبة الكحول 12%. إذا بدك تزود نسبة الكحول وطعمه يتحسن أكثر، بدك هي القنينة تعتقها، تحطها يعني تسكرها. إذا كان لونها غامق ما تمام، إذا مو غامق هيك مثل هي شفافة لفها بقماشه أو بكيس، وبدك تعتقها بمكان تكون درجة الحرارة فيه تحت 20 درجة يعني. ممكن تحطها بالبراد، بس مو بالتلاجة يعني، مو بالتجميد، بالبراد. تحطها 4 أيام 5 أيام بعدين تطالعها، تحطها بجو الغرفة يعني، بس بمكان يكون درجة حرارته مو عالية. بتقدر تعتقها شهر، إذا عتقتها شهر بتصير نسبة الكحول 16%. هون هلأ أنت بتقدر تشربها نسبة الكحول 12%. عتقتها شهر وما فوق تقدر تتعتقها سنة وسنتين وثلاثة، اللي نبيت بيتعتق 1000 سنة. تمام، عتقتها شهر بتصير نسبة الكحول 16% وبتصير أطيب. لازم تعبيها على الآخر الآخر يعني، ما تترك مجال للأكسجين بقلبها. تمام، أنا رح أعبي الباقي بقى لحالي مشان ما أطول عليكم الفيديو. هلأ هيك مثل ما قلت لكم هيك بنقدر نشربها نسبة الكحول 12%. بدنا نزود النسبة ونحسن الطعم، بدنا نعتقها شهر وفوق بتصير نسبة الكحول 12%. أصدقائي هلأ هيك لمبيت، هي صار لي معتقها شهر، شوفوا اللون كيف بجنن وصارت نقية كتير كتير. هلا هيك بعد شهر صار نسبة الكحول 16%. مثل ما قلت لكم بالبداية كنتوا بتقدروا تشتربوها مباشرة بنسبة كحول 12%. هلا نسبة الكحول 16% وبيكون طعمه صار أطيب، فرح ندوقها مع بعض. وكاس لعيونكم. يا سلام، شوفوا اللون، شايفين اللون رائع. رح زبط الزوم بس، رائع اللون. وبدي لكم بس قنينة المبيت لما تفتحوه، اذا تركتوها بتتعتق مسكرة ما فتحتوها ابدا بتقعد شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين قد ما بتكون. مجرد ما تفتحوها بتقدروا تتركوها اسبوع اسبوعين كأقصى حد لحتى تشربوها.
فخلينا ندوق شفة تنبيت مع بعض. كاسكون كتير 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 طعمته طيبة. بتمنى لكم دائما مزاج عالي وشراب لذيذ. وأي سؤال بدكم إياه سألوني إياه بالتعليقات، وأنا بجاوبكم عليه بأسرع وقت يا أصدقائي.